هذه قطر تمريرة إلى محسن ياجور، ياجور يتقدم الثاني، ياجور ياجور، وهذه المرة جول، وهذه المرة جول للمرة الرابعة يسجل في مرمى مسمير، ونادي قطر ينهيها، نادي قطر ينهيها ويحسم ويحسم الثلاث نقاط في هذه المباراة. ياجور انطلق، ياجور انفرد، ياجور سدد وسجل، وهنا الهدف الثاني لنادي قطر، انطلاقة بعد كرة كانت مرتدة، ياجور لم يكن متسللا، التغطية كانت حاضرة، بعد ذلك التقدم الانفراد والتسديد، والحارس محمد غانم في صوب، والكرة في صوب، هدف ثاني لنادي قطر في هذه اللحظات. الملك القطراوي ينتصر للمرة الأولى بعد 6 جولات العجاف بالنسبة لهذا الفريق، نعم بعد 6 جولات حقق فيها التعادل الوحيد وخمس هزائم، الآن يأتي الانتصار الأول على حساب مسمير لنادي قطر في هذه المباراة. هدفان موسى العلاق في المرة الأولى ومحسن ياجور في المرة الثانية، وهنا الشيخ جاسم بن حمد محسن ياجور تسديده، الله عليك الله عليك الله عليك محسن ياجور، مزيان واير انت فنان، نايضة نايضة انت مزيان، هالمغربي يتحدى محسن ياجور تسديده، الله